بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنظم عمالة إقليم الطرفاية حملة طبية كبرى بشراكة مع وكالة الجنوب المندوبية الإقليمية للصحة الجمعية المغربية الطبية للتضامن وجمعية الشفاء للأمراض المزمنة وبتنسيق مع التنسيقية الإقليمية للقطب الاجتماعي والصحي الجمعوي والمجالس المنتخبة بالإقليم وذلك أيام 27، 28، و29 من شهر شتنبر 2013 عمليات جراحية وفحوصات طبية ستجري بالجامعات الحضرية والجامعات القروية للإقليم فحوصات طبية مهمة واستثنائية وذلك بحضور العشرات من الأساتذة الأطباء والدكاترة في جميع التخصصات الطبية أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار المباشرة من قناة العيون. استقبل العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول عشية اليوم الاثنين بقصر زارزويلا في مدريد رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد شيخ بيد الله وأجرى هذا الاستقبال بحضور رئيس مجلس النواب الإسباني خيسوس بوسادا ورئيس مجلس الشيوخ الإسباني بيو غارسيا إسكودير والسفير المغرب في مدريد السيد أحمد السويلم ويرأس السيدان غلاب وبيد الله وفدا برلمانيا هاما يشارك في أشغال المنتدى البرلماني المغربي الإسباني الثاني المنعقد اليوم وغدا الثلاثاء بالعاصمة الإسبانية وتوخى هذا الملتقى تعزيز وتقوية علاقات التعاون والتنسيق بين برلمانيي البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تدعيم العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع الشعبين الصديقين بقيادة عاهلي البلدين جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملك خوان كارلوس الأول. هذه بالضبط رغبتنا هي مأسسة حوار منتظم ما بين البرلمانين على مستوى ممكن بحضور أربع رؤساء ورؤساء الفرق والقوى السياسية للبرلمانين مأسسة حوار في كل القضايا التي تسأطر باهتمام رأي العام سواء المغربي أو الإسباني نعلم على أن هذ البلدين لهم مشترك كبير في كل المجالات الثقافية تاريخية اقتصادية ولا يمكن إلا أن ننظر إلى المستقبل إلا ببحث أجوبة مشترك. اليوم كانت أول لقاء حول الاقتصاد وهناك طبعا تغيرات كثيرة منها أن إسبانيا أصبحت هي الشريك الأول تجاريا وأنها طبعا تطمح في أن يواكبها المغرب إلى أسواق جديدة في إفريقيا كذلك من جانبنا رغبة أكيدة عند السادة البرلمانيين أن تواكب إسبانيا في وضعها المتقدم في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية وبالتالي الشعور الآن بأهمية الملفات الاقتصادية في العلاقات أصبح شيئا مهما كمؤسسة برلمانية ما يهمنا هو كل ما يهم المواطنين كالتنقل والفرص الاقتصادية والأمن لهذا أظن أن حجر الزاوية في العلاقات البرلمانية وفي هذا المنتدى هو التقريب بين الشعبين المغربي والإسباني de las relaciones parlamentarias del foro parlamentario es el acercamiento a los pueblos. أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء خبرا مفاده أنه تم زوال اليوم الاثنين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 سنة على مستوى شارع الحسن الثاني بمدينة أسا حسب ما علم لدى السلطات المحلية وحسب المصدر ذاته فقد انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان فور إبلاغها بالحادث حيث عاينت جثث الشاب وقامت بنقلها إلى المستشفى الإقليمي وحسب المعطيات الأولية فإن الهالك شاب يقطن غير بعيد من مكان العثور على جثته وأصيب بآلة حادة من الخلف على مستوى القلب وقد تم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ملابسات هذا الحادث
وفي تصريح لموقع فبراير كوم الإلكتروني نفى السيد محمد العنصر وزير الداخلية في تصريح خاص به الموقع مساء اليوم نفى أن تكون للسلطات العمومية علاقة بهذه الوفاة، وأضاف أن عمر المشكلة الذي أدى إلى تدخل أمني اليوم يعود إلى أكثر من أسبوع، وأنه باتفاق كل الأطراف جرى تفكيك المخيم الشيء الذي لم يترتب عنه أي رد فعل، لكن سرعان ما انتقلت ما وصفها السيد الوزير بالمناوشات إلى وسط آسى، وسرعان ما تشكلت نواة الفوضى، وقد كان لابد من أن نتدخل أمنيا، يضيف السيد الوزير. وأكدت مصادر متطابقة أن الوضع في مدينة آسى عادي جدا، وأنه لم تقع إلا بعض الإصابات الخفيفة في صفوف قوات حفظ الأمن. الأقاليم الجنوبية شهدت منذ بداية هذه السنة توافد العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بزيارة ميدانية للمنطقة من أجل الوقوف على حقيقة الأوضاع بها، زيارة سجلت هذه السنة ارتفاعا ملحوظا كما وكيفا، مسجلة انفتاح المملكة على جميع الفعاليات الدولية أجل كشف حقيقة الأوضاع بهذه الأقاليم. تقرير سالك الزوير. ليس من باب الصدفة أن تتقاطر الوفود الأجنبية على الصحراء في شكل زيارات للوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة، فباب هذه الحقوق نفسها هو ما ألزم الدولة المغربية لاحترام مبدأ انفتاح الهيئات والمنظمات الدولية على وضعية البلاد الحقوقية. فنص الدستور الجديد توج مسار الانفتاح الديمقراطي للمغرب في العقد الأخير، وهكذا شكل إعلان الوثيقة الدستورية إذانا صريحا لحرية المنظمات والهيئات الدولية من أجل الاطلاع على وضعية الحقوق الفردية والجماعية بالمغرب. وقد اتجهت أنظار هذه المنظمات الحقوقية للصحراء بحكم النزاع القائم منذ أكثر من 3 عقود بغية ملامسة واقع هذه الأقاليم الجنوبية. النتيجة وقوف عن كثب لهذه المنظمات والوفود الإعلامية على تنمية اقتصادية واجتماعية، فاجأت البعض ممن اعتقد أن الصحراء لا تتعدى أن تكون فضاء لبداوة لا زالت تتخبط في أبسط مقومات العيش. انبهر البعض بالتطور الحاصل في خضم زوابع الرملية التي تقف حائلا دون النمع، وأشد من بهر منه هؤلاء جريان هذا التطور عكس تيار ما جلبته سياسة جارتنا الجزائر. فكثير من هذه الوفود الأجنبية من منظمات دولية ومنابر إعلامية اعتقدت قبل أن تزور المنطقة بأن المغرب يبطش بالقضية الحقوقية أشد ما بطش، وأن الصحراء بمثابة سياج من الأسلاك الشائكة ضدا على حقوق الأفراد وحرياتهم في التعبير والتنقل. لكن هذا الحكم أصبح في خبر كان بعد أن رأت هذه المنظمات والبعثات بأم عينها ما آلت إليه المنطقة الصحراوية من رغد في العيش وطمأنينة واستقرار، وزاد من فضول هذه الهيئات الدولية الحقوقية كيف يتعاطى المغرب مع حرية التعبير لدى قلة قليلة ممن غرر بهم أو أجر لغرض إثارة الفتنة من الداخل، والكل يعلم الأيادي السوداء التي تمدها الجزائر للمغرر بهم، فيد الشيطان تتلاعب بضمائر الناس حبا في زعزعة استقرار بلد لم تنل منه مكايد الدهر غير تعاظم قوته وسلامة حدوده. في أخبار المجالس المنتخبة، عقد مجلس جهة قليمي مسمار اليوم أشغال دورته العادية التي خصصها للتداول بشأن العديد من القضايا والانشغالات التنموية الجوهرية بالأقاليم الخمس المشكلة لجهة قليمي مسمارة، متابعة لجانب من أشغال هذه الدورة مع حافظ محضار خالد تريكزي ومحمد فاضل عبيدة. أعباء مجلس جهة قليمي مسمارة صادقوا في مستهل أشغال هذه الدورة العادية على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2014. الحاضرون صادقوا أيضا على مشروع اتفاقية الشراكة بين المجلس الجهوي لقليمي مسمارة وجمعية معرض الفرصة بالجديدة قصد تحويل مبلغ 400,000 درهم لفائدة هذه الجمعية، وهي اعتمادات مبرمجة بميزانية الجهة لسنة المالية 2013. مرت اليوم داز الدورة اليوم العادية للشهر سبتمبر 2013، كانت فيها في جدول العمل ديالها 10 نقاط كلها مهمة، فيها مصادقة على الميزانية ديال 2014 بالإضافة إلى الاتفاقية الشراكة اللي بين مع سبوع الفرس وغيرهم، وكذلك هناك خرجت المصادقة على
اتفاقية ديال مصادقة على حسب مخطط الجهوي لإعداد التراب اللي غادي يبلور فعل المشاريع الكبرى اللي غادي تستهدف الجهة اقتصاديا وتنمويا بطبيعة الحال. أشغال هذه الدورة ميزها إثارة نقاش حول واقع المنظومة التعليمية والجامعية وكافة الصعوبات والإشكالات التي بسطها الحاضرون المرتبطة أساسا بالدخول الدراسي والجامعي الحالي. أعتقد أننا سائرون بخطى حديثة من أجل خلق فضاء جامعي حقيقي. لماذا؟ أولا مركز دراسة اقتصادية كان اختيار صعب في البداية، ولكن مضينا فيه بفضل خيرات المكونات كاملة، ملي كنقول المكونات الإدارات الجامعة والأساتذة، ولكن حتى الطلبة والأسر والجهة والسلطات المحلية. الآن كنظن السنة الأولى كانت إيجابية بحيث نسبة النجاح كانت فيها أحسن نسبة في المغرب، وصل في الدراسة الاقتصادية في السنة الأولى بلغت إلى 42%. الجودة عندنا مدرج صغير، عندنا قاعة الآن المكتبة اللي غنكملوا بها، ولكن اضطرينا أننا نفكر في توسيع حقيقي، فبرمجنا مدرج كبير بسعة 530 مقعد و12 قاعة بسعة 150 مقعد لكل قاعة. حضورا نأتي في هذا الصدد أولا لتنوير الرأي العام الجهوي حول التدابير التي اتخذت لانطلاق موسم دراسي متميز، وهو ما حدث فعلا نظرا لأن هذه السنة سنتعلق الأمر بالتلاميذ والآباء، هناك إلحاح كبير على أن يلتحق الجميع بالمدرسة والمؤسسة التعليمية في الآجل المحددة اللي هي يوم 11 أو يوم 12 شتنبر. إذن هذا من جهة، وكذلك أطلعنا المجلس الموقر على مجموعة من التدابير التي تم اتخاذها لحل بعض المشاكل التي طفت على السطح بعد انطلاق الموسم الدراسي والتي ترتبط بالبنية التحتية التي تم تدبيرها في عين المكان، وكذلك الجانب الاجتماعي. الأعضاء صادقوا خلال هذه الدورة أيضا على اتفاقية إطار للشراكة في مجال تكوين ودعم القدرات لفائدة منتخبات ومنتخبي وموظفي الجماعات الترابية بالجهة. المصادقة همت أيضا ملحق اتفاقية لتأهيل الأحياء المستهدفة ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة كليميما، فضلا عن اتفاقية أخرى تهم البرنامج الجهوي لأجراءات مخطط إعداد الترابي بجهة كليميما السمراء، علاوة على عقد البرنامج الجهوي للرؤية السياحية 2020. فيما يخص تأهيل الترابي بجهة كليميما السمراء، فعلا هناك عدة برامج مهمة جدا بكل الأقاليم، بحيث أن هناك عدة مشاريع تم إعدادها في إطار الشراكة ما بين المجالس الإقليمية والجماعات المحلية والجهة. فالمشاريع فعلا تهم خاصة البنية التحتية وبعض المشاريع الكبرى في المجال الاجتماعي، إلى جانب هذه المشاريع الكبرى فيما يخص التهيئة الحضرية خاصة بالمراكز الحضرية بجميع البلديات بالجهة. هناك فيما يخص كذلك المجال السياحي، هناك استراتيجية رؤية 2020، بحيث أن تم فيها في هذه الاستراتيجية تحديد الأولويات والمشاريع ذات الصبغة الكبرى في المجال التنمية السياحية أفق 2020. ملتمسات عدة رفعها الحاضرون في ختام أشغال هذه الدورة العادية إلى العديد من الدوائر المركزية تهم دعم مختلف الخدمات وتعزيز البنيات والتجهيزات الأساسية بأقاليم جهة كليميما السمراء. روبورتاج النشرة ينقلنا إلى منطقة سيرس بإقليم أوسرد التي تشهد توافد العديد من الكسابة القادمين من مختلف الأقاليم، وذلك بفضل انتعاش المراعي الشاسعة بالمنطقة التي تأثرت إيجابا بالتساقطات المطرية الأخيرة. تقرير للسالك رحال. حينما يتواجد القطر والنبات يتوجه الضعينون من ساكنة الأقاليم الجنوبية إليه من كل حدب وصوب. أوسرد ومنطقة تيرس إحدى الوجهات الحالية للكسابة، حيث انتعشت المراعي الشاسعة بعد الأمطار التي تساقطت مؤخرا على المنطقة. تساقطات مكنت الكسابة المحليين من تجاوز الأزمات المالية التي كانوا يعانوا منها مع توالي سنوات الجفاف وتكاليف شراء الأعلاف والمياه. منطقة تيرس شهدت اليوم خضرة منقطعة النظير، فاتحة الباب على مصراعيه أمام نمو قطعان الماشية من الإبل والأغنام. الكسابة المحليون يأملون من الجهات الوصية على القطاع الفلاحي إلى الاهتمام البالغ بهم وبمواشيهم، لأن الفلاحة بمنطقة تيرس ومنطقة أوسرد تحتاج إلى اهتمام الجهات الوصية، وذلك تنفيذا للمساطر الحكومية في هذا المجال من أجل رفع المصاعب الاقتصادية وتثمين المنتوج المحلي من لحوم وألبان الماشية.
التي باتت تشهد مؤخرا مشاريع نموذجية تعتمد في تسييرها المعايير الدولية والوطنية في هذا المجال. بالعيون وبالثانوية محمد الخامس التأهيلية ننظم اليوم نشاط تربوي لجمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المؤسسة بهدف اطلاع الجميع على التحضيرات لإنجاح الموسم الدراسي الحالي. محمد المصطفى خي ومحمد مولود لا يخاف. يدخل هذا النشاط التربوي بثانوية محمد الخامس التأهيلية بالعيون في إطار المجهودات المبذولة من لدن جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بهذه المؤسسة لإبراز ما بذل من منجزات هامة خلال هذه السنة لضمان مرور مرحلة الدخول المدرسي في أجواء جد إيجابية. واليوم شفنا نشاط بل وعمل كذلك لفعالية المجتمع المدني وأخص بالذكر وخصوصا جمعية أمهات وآباء تلاميذ ثانوية محمد الخامس اللي منذ أسبوعين كنت زرت سيبان الامتحانات المهنية واليوم تبين لي بالملموس على أنها ثانوية أخرى ما من ناحية الفضاء ولا من ناحية تشارك الجميع تلاميذ في تدبير السير اليومي. وقد شملت هذه المرحلة بناء وتجهيز عدد من القاعات التربوية وكذا عمليات النظافة والتشجير وهي خطة ثمنها بالمناسبة أطر وتلاميذ مؤسسة محمد الخامس التأهيلية بالعيون. ونتمنى في المجال التربوي نديروا أنشطة وبرامج تربوية لتعود على التلميذ بالنفع بينسر ونديروا برامج ديال الدعم خاصة الدعم التربوي وسرت في المواد ديال اللي ضعف فيها التلاميذ ومديناهم الفرنسية وعندي واحد البرنامج في هذا المجال هذا ديال الفرنسية غادي إن شاء الله نفعله. كنا نشكر أولا جمعية الآباء وطرف الثانوية محمد الخامس اللي داروا لنا الأنشطة هذه وقدوا لنا الثانوية نجزيهم بخير وأيضا المجهودات الجبارة للآباء اللي تواصلوا مع الإدارة ونتمنى لكم التواصل على طول العام. على مستوى هذه المؤسسة التربوية بذلت مجهودات عدة لضمان نجاح الموسم الدراسي الحالي وتوفير أجواء دراسية مميزة تمكن التلميذ من الدراسة في أجواء نظيفة. رياضيا وفي أول ظهور له في بطولة هذا الموسم تمكن فريق شباب المسيرة من الفوز بأولى مبارياته أمام فريق الراسينغ البيضاوي بمدينة الدار البيضاء وبحصة هدف دون رد. تفاصيل أكثر عن هذه المباراة في ورقة أحمد هبان. يقال بأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وفريق شباب المسيرة خطى خطوته الأولى في الطريق نحو تحقيق الصعود إلى البطولة الاحترافية في مشوار رحلة ستمتد حلقتها لتصل إلى 30 ولن تكون بالهينة. وعكس الموسم الماضي القرعة حتمت على فارس الصحراء اللاعب خارج الديار وبعيدا عن الأنصار في افتتاح مباريات الموسم الجديد للقسم الوطني الثاني في أول ظهور لها حيث شد الرحال صوب مدينة البيضاء لمواجهة ابناء شيخ المدربين المغاربة عبد الحق مندوزار راسينغ البيضاوية. كثرة المباريات الإعدادية وعنا تنقل إلى ملعب الأبجيقو وكاد تأجيل البطولة لم ينل من عزيمة لاعبي فريق شباب المسيرة حيث كشروا عن نواياهم في الوصول إلى شبك المحليين منذ دقائق المباراة الأولى وسيبلغون المراد 24 دقيقة بعد صافرة البداية بهدف للاعب عزيز السباعي لم تتمكن كاميرا المصور من التقاطها لينتهي الشوط الأول على إيقاع الهدف الوحيد. خلال الجولة الثانية فريق الراسينغ البيضاوي بحث عن منافذ للوصول لشبك فريق شباب المسيرة فضغط وحاول وناور من كل الجهات وكان قاب قوسين وأدنى في عدة محاولات من فك شفرة دفاع الزوار كما نتابع من خلال هذه المحاولة لكن حارس فريق شباب المسيرة أبعد الكرة من على خط المرمى في آخر لحظة لتستمر المباراة ويستمر مع ضغط المحليين بغية التعديل مع اعتماد فارس الصحراء على الهجمة المرتدة لكن عداد المباراة أبى أن يغير نتيجة الهدف الوحيد لتنتهي بفوز هو الأول لفريق شباب المسيرة في بطولة هذا الموسم.
فوز من شأنه أن يعطي دفعة معنوية لفريق شباب المسيرة رفقة رباني الجديد سعيد الصديقية في قادم الدورات للمواصلة على نفس المنوال. آخر مستجدات الأقاليم الجنوبية من خلال الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء في تقرير للغالية الكوارة. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية أخبار اليوم المغربية، وقد كتبت في صفحتها الأولى بأن ملف طرد المغاربة من الجزائر قد وصل إلى جنيف، حيث أقدم مجموعة من ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر على كشف انتهاكات تورط فيها رموز النظام الجزائري، وذلك أمام منظمات حقوقية دولية. وقد ذكرت الصباح أن الوفد المغربي سيكون ممثلا في جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، وسيشارك بحر الأسبوع الجاري في أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل التعريف بقضيتهم وفضح النظام الجزائري. أما يومية أخبار اليوم المغربية فقد كتبت في صفحتها الأولى من عدد يوم غد الثلاثاء أنه توقعت دراسات لشركة ريبسول الإسبانية المتخصصة في التنقيب عن النفط أن المنطقة البحرية الممتدة بين المغرب وجزر الكناري قد تكون أغنى النقاط الساحلية بالبترول في المحيط الأطلسي. ووضحت أخبار اليوم المغربية أن الشركة التي تبحث في عدة مناطق بالمغرب أفادت أن الآبار التي تحدثت عنها الدراسة يمكن أن تحتوي على 1,400,000,000 برميل من خام النفط، ويمكن أن يستخرج منها 140,000 برميل يوميا، أي ما يعادل 10% من الاستهلاك المحلي في إسبانيا. أما يومية الأحداث المغربية فقد كتبت أنه بدأت عمليات لتأهيل وإعادة البناء في إطار مشروع صحة المغرب المول جزئيا من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، وإعادة البناء هذه تهم 17 مركزا استشفائيا من ضمنها مستشفى طنطان. وأضافت الأحداث المغربية بأن هذا المشروع يشمل أيضا مستشفيات إقليمية بالأقاليم الجنوبية في إطار الاتفاقية مع المجلس الملكي للشؤون الصحراوية. ومن يومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد صحف يوم غد الثلاثاء، وجاء فيها أنه 40 يوما هو عدد الأيام التي قصصتها وزارة التربية الوطنية كعطل مدرسية خلال الموسم الدراسي الجاري. وذكرت المساء بأن من بين هذه الأيام 40 توجد 3 أيام خصت لعطلة عيد الأضحى، وتتوزع العطل المدرسية إلى 8 أيام، العطل البيئية الأولى والثانية والثانية ثالثة، ويومين في ذكرى عيد المولد النبوي، ثم يوم واحد في مناسبات عيد الاستقلال وذكرى تقديم وثيقة الاستقلال وعيد الشغل. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مصطفى والحبيب والمحمد والبوزيد عن سن تناهز 29 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة رقيبات أولاد الشيخ. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل اللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس بالأقاليم الجنوبية غدا إن شاء الله، حيث سيكون الطقس مستقرا مع أجواء هادئة وسماء صافية بالنهار. الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة محليا من القطاع الشمالي، كما سنلاحظ بعض السحب المنخفضة والمرفوقة ببعض الكتل الضبابية المحلية بالقرب من السواحل. درجة الحرارة الدنيا المسجلة لهذه الليلة تتراوح بمشيئة الله ما بين 17 درجة بقليميم و 27 درجة بأوسرد. درجة الحرارة العليا المسجلة اليوم غد بمشيئة الله تتراوح ما بين 39 درجة بأوسرد و 23 درجة بسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون قليل الهيجان شمال الداخلة وقليل الهيجان الهائج من الداخلة إلى نواكشوط. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول الله على الساعة 7:44 صباحا، والغروب على الساعة 7:43 مساء. بالنسبة لدرجات الحرارة العليا المرتقبة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستكون في حدود 40 درجة بنواكشوط، 31 بباماكو، 33 بنواديبو، 29 بلاس بالماس، 38 بزويرات، 40 بأطار،
37 بتندوف، 38 بالرابوني، 42 بتودني، 37 بكي هدمة بالعاصمة الرباط، ستكون إن شاء الله في حدود 27 درجة. قبل الختام نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية corcas.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة عبر قناتي المغربية. تحية لكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.